واحد قد يكون فعلا عليه جزاء الله خير مظاهر الالتزام واللي يصلي ومحافظ، أخوه أقل منه، لكن أخاه أحسن برا من هذا اللي عليه مظاهر الصلاة، وهم كلهم على خير. إذن هذا الذي في البر له من الأجر العظيم وقد يكون من الثواب. مقصودي أنك لا 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 لا, لا تشعر بالعجز والضعف حينما ترى بعض الصالحين يقوم بعمل صالح، أنت عندك شيء كثير. وهذا يعني شيء أحسب أنه يعني فيه انفراج كثير، وهو تنوع العبادات. تنوع العبادات، ما معنى تنوع العبادات؟ هو الإشكال في المسلم أنه يحب الخير، وغالبا يرى إخوانه الذين على درجة من الصلاح والتقى ويحقر نفسه، وهذا جيد. لكن ينبغي أن تعلم من لطف الله عز وجل ورحمته أنه حينما خلقنا وكلفنا يعلم طبائعنا، بمعنى أن كل مسلم منا يفتح الله عليه بنوع من العبادات، فأنت انظر ماذا فتح الله عليك أو بماذا فتح الله عليك. أحيانا قد ترى إنسانا جزاه الله خيرا محافظ على صلاة الجماعة ويذهب مبكرا، أنت قد يكون عندك نوع من إما الكسل أو الانشغال أو كذا، لا شك أن تحاسب نفسك جيد، لكن عندك نوع من آخر قد ما يكون عنده. قد يكون عندك من البر بالوالدين، عندك بر الوالدين، يعني رزقك الله رقة ولطفا ورحمة ويعني دقة ملاحظة ومتابعة لما يحتاجه والدك. ولهذا تجد، بل حتى أقول لكم قد تجد ولدين حتى تعرف تنوع العبادات. واحد قد يكون فعلا عليه جزاء الله خير مظاهر الالتزام واللي يصلي ومحافظ، أخوه أقل منه، لكن أخاه أحسن برا من هذا اللي عليه مظاهر الصلاة، وهم كلهم على خير. إذن هذا الذي في البر له من الأجر العظيم وقد يكون من الثواب. مقصودي أنك لا 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 لا, لا تشعر بالعجز والضعف حينما ترى بعض الصالحين يقوم بعمل صالح، أنت عندك شيء كثير. بعض الناس يحبب الله له قراءة القرآن، وبعض الناس يحبب الله له الصيام، وبعض الناس يحب الله كما قلنا بر الوالدين، وبعض الناس صلة الرحم، وبعض الناس الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبعض الناس نصح المسلمين. فيختلفون. أحيانا بعض الناس فعلا تجده عنده قدرة وجرأة أن يقول للناس ينبههم على أخطائهم وعلى، وأنت تستطيع ما يعني ليس عندك القدرة التي عنده، هو يتحمل ويصبر، وأحيانا قد يضحكوا منه يسخروا منه، قد يعني أيضا يتهمونه بالرياء يتهمون، ولا ما سيء، بل حتى أحيانا قد يتهمونه بقلة العقل حينما يكون فعلا الرجل كلما رأى يعني نقصا في إخوانه نبهه. فإذا قصدي أن من فضل الله عز وجل أنه نوع العبادات. لاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم القائم على، لاحظوا القائم على الأرملة والمسكين كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. دائما احفظوا هذا الحديث حتى تعرفوا درجات العبادات وكيف أن الله يفتح على كل واحد بما يسر له يعملوا، فكل ميسر لما خلق له. الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر. نحن كلنا نغبط الذي يقوم في الليل ويصلي من الليل ساعة ساعتين ويصلي، لا شك أنه غبطة، ونغبط الذي يصوم، يصوم الاثنين والخميس أيام البيض، يصوم يفطر يوما، يصوم العشر ذي الحجة، يصوم شهر جواز وإلى آخره، غير الفريضة كلنا نصوم الحمد لله. الرسول قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين مثل هؤلاء، ولا يقوم الليل ولا يصوم النهار، لكن يسعى على الأرملة والمسكين. أنت لا تسعى ولا تستطيع أصلا ولا تطيق، هو لا، فتح الله عليه يتفقد الأرامل والمساكين. فإذا مقصودي تنوع العبادات هذا يجعلك على طريق الاستقامة، بمعنى أن تنظر ماذا فتح الله عليك فاجتهد فيه. لاحظوا هذا الحديث وسبق في مقامات أتينا به في الصحيحين وغيرهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة
يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. ثم قال: فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من الصدقة دعي من باب الصدقة. في الصحيح. في الرواية أخرى أن قال: ولكل عمل باب من أبواب الجنة، ولكل عمل. حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل على أحد من ضرورة أن يدعى من الأبواب كلها؟ يعني يمكن واحد يعطي صدقة وصيام وصلاة. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية: وأنت منهم يا أبا بكر. يا أبا بكر يعني فتح الله هذا في الأعمال. تعرفوا الحين النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أصبح قال: من أصبح منكم صائما؟ قال: أنا. قال: وصدق؟ قال: أنا. كل أبا بكر. بمعنى أنه قد يفتح الله في أكثر من باب، يفتح الله عليك في أكثر من باب. لكن مقصودي لا تحتقر نفسك حينما ترى عابدا زاهدا، وهو لا شك أنه طبعا غبطة، لكن انظر ماذا فتح الله عليك. فتح عليك في صلة رحم، فتح الله عليك في المعروف عن المنكر، فتح الله في طلب العلم، فتح الله عليك في جمع إخوانك، تربية أبناء المسلمين، تحفظ القرآن. أشكال كثيرة ما تنتهي، وكلها توصل إلى الجنة، وكلها استقامة. فإذا من 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 أسباب الاستقامة والثبات عليها هو تنوع العبادات.